عايزين رمضان بطوطه مخرج عنكيده يا مسافه عزيزه الف ليله وليله كل ليله ليله شهر كلم شهر يعلم شهر يسلم شهر لما وصلنا الاجمل الخطبه ام العريس لما تعش من شافك وحل بلح ابوك شافك رمضان كريم يا فوز طم ترم رمضان كريم الله اكرم طم طم ترم مين الخطبة رمضان كريم ورمضان بيحلى بالفوازير وكل يوم معانا فزورة من زمن الفوازير وما معلش معلش يعني ما عرفتش هنسلاقي فليكسي تزيد وفستاني ما تشدش وفزورة النهاردة عن فلة بنت ما شاء الله وحسب الله فوازير الخطبة اللي عرضها التلفزيون سنة 1981 ونيلي الخطبة بتقدم يومياً لعروسة مرسومة بتتحرك خطيب عترة هو الفزورة وبتحكي في الاستعراض عن شكله وصفاته والفايز يعرف شغلانته ويحل الفزورة خلصت الشغلانة؟ طب دستوركو يلي معك الأشعار والتأليف لصلاح جهين والرسوم شويكار خليفة حلمي بكر الألحان وقائد عمل الفوازير المخرج فهمي عبد الحميد وبص وشوف الخطبة بتعمل ايه خطبة بتاعتها لزمان اللي جربها دايما مليان بصور فتيات وصور فتيان غربة وبنخليهم قربة غربة غربة وبتعملي ايه هنا في الفوازير يا نتاشا بفزرهم يا غفير بفزرهم يا نتاشا يا غفير المخطوبة المخطوبة تشوف التصاوير وتجاوب سؤالات الخطبة قلي لا لي لا لي لا سؤالات سؤالات إجابتها مشطوبة Thank you.
لقب اللي بيشتغل المهنة ودي حسب الله لكل ندهنة ودي حسب الله لكل ندهنة أصلع حجلينا ومكتئبة أكاو عزو عزو واو دلوقتي واحد من الأحبة يجري بسرعة ويستخبى تعالوا نشوف الفزورة. أنا جيت عن إذنك يا حسب الله يا أخويا. يا فين وريني وريني الجمال. لا ده أنت هتتحزي بقى، أنا لازم أرقيكي أرقيكي من اللي يعديكي ولو كان حتى شريكي. يا فل يا بنت مجلة وحسب الله هفرجك على نمرة من ريحة الخطيب العطرة. وإن قلت إيه شغلته هيعملك جريته. قولي إن شاء الله يا أمورة. طب بس يوم برافو يا حبيبتي. حضرة البوليس أنا جاية أستغيث من اللي ساكنين قصادي الناس الإدبسيس بيغنوا عشرة بلدي ويقولوا أه يا ولدي ويقولوا أه يا عيني ويقولوا أه يا كبدي مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة أعمل تريكو ولا أقول لأصحابي هاو ولا أشوف المبت شو ولا أوضب السيرفيس يا حضرة البوليس. انتي قدمتي شكوى؟ انا جاية اقدم شكوى. طب اسمك ايه يا ستي؟ انا اسمي طبعا سلوى. احسن ناس. الشدة للجدعان اجدع الجدعان الشدة للجدعان يا اجدع الجدعان وربنا فك سجنك والجميع فرحان كمان يا سيد كمان يا سيد كمان يا سيد كمان يا سيد كمان وكمان سامعينهم يا حضرات العسكر والزباط ناس بيخالفوا القرارات ويكسروا القوانين مش دول يبقوا وحشين؟ دول مجرمين يا حلوة وعملنا فيهم شكوى؟ اتفضلي تمضي عليها انا اسمي طبعا سلوى احسن ناس سبع قفص وانفتح من بعد ست سلع حلاوة حلاوة والحظ برضو سمح واتجمعوا الحلو والحلاوة يا حلاوة لولاو يا حلاوة عقبال كل المساجين عقبال كل المساجين بتزعجوا الناس ليه بالليل بالأجهزة اللي تهد الحيل مظلم يا بيه مش بتاعتنا طب جت منين دي يا واد وزين ده شاب جه عمل الزينة من الحوش لحد الخرسينة وجت فيتها الكده حاجة معدن ووصلها علشان يرضينا ومعاها عدد زي الدكتور في حزامه في الجراب بيشيلها اما الحاجات دي جايبها ديكور وانا عمري ناش نستعملها وحفك الاجهزة او يلي متنرفزة او ايه هاو هاو دي العيلة الحلو تقول لي الحل ايه؟ الباتون ليه؟ بنص اسمعوا الحبة دول في سلوكه منتهى الادب ومن الطيار لم ترعب يلحم وما يهموش يموت اكمنه واقف على الخارج الجوازة دي مش لازم تتم بحبه يا بابا ما تعيطيش يا حبيب ما تعيطش يا روح استنى شوية هتعرفه من النمرة الجاية
قالت لك روسها صايا هاتوا الدكتور زكي الهامي كل ده رصاص كان في جسمه وانتو خارجين ليه تبتسموا احنا عملنا العينة خلاص والباقي على الله واسمه مبروك الكرسي ابو عجلات اللي بيطلع في الافلامات على فكرة تعرف يا سامي ان الشرير بتاعنا مات 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 سامي مات سامي مات انت خفيت يا سامي انت خفيت يا سامي خفيت لحظة مؤثرة للغاية لحظة معبرة للغاية وهتبقى مبهرة للغاية قوي على صوت بس احنا في اللحظة مؤثرة للغاية فرحان عشان الفيلم باظ جدا ونفسك تضرب شق الله باظ ايوه حكايه النور دي بفعل فاعل خبير وكان قاعد متغاظ وانت الصانع اللي دخلت فيها بالظبط من هذا الطراز اعترف طخ طخ برضه ما عرفتش معلش يمكن في اليومين اللي جايين دول عن اذن كل الشغل انا خلصت دستوركم يلي عن اذنك يا صح صبر الله يا اخويا وما معلش معلش يعني ما عرفتش هنزل اجيب لك سيد وفستاني ما تشدش ايوه ايوه كده اخرج زي باقي الناس اكل درخ مشوي وجلاس ادخل واقفل بيت مفرط فحشي وما لحشي مع لحشي يعني ما عجب لحشي هنزل اجر لك سنسيد وفصاني ما تشطحشي احضر حفلة طول عبره او فيلم نفسي ما بشفره او سرك الوقعه الحمراء مستخسر فحشي وما صعبة بشكل ما قولش عليها ليه احيحلها حد البيبي والعبقري والمنابهشي هيسا وقوليلة وحفلة انا واحد ساحب شغلة هافت اقلب عندها منك لانا واحد ساحب شغلة يومها ولا الفعلة بسر ما دردش به شي ادردش ليه وبربش ليه ده هو انا ايه رغاية بلا مش اخباه بلا مضربة انا الخطبة مش اتضايق عريس مظبوط غني ومبسوط قلم من قوت في ملاية عريس غلبان من الشبان اجيب له كمان كرتاية وده حكاية لعباية وكام الساعة وياها كي ويس Thank you.
هتندهشي. حاجة تقهشي. كملي قلبي. ليه عشان اهشي؟ احنا في نهاية الفزورة. هنروح. طيب. سلام.